سوار ماسة بالمستشفى طبعا ما شاء الله من 25 يوم او شهر صار لنا مرض من فيروس لفيروس، والفيروس كان كتير صعب اصعب من كورونا، يعني انا لحديت الان تعباني منه. وسواري المشكلة عندها امتحانات، فجايبيت لها الكتاب العربي، بكرة عندها عربي تدرس في المستشفى. يلا سوار قومي. سوار شو الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ يلا صحصحي شوي، نتسلى انا وياك واحنا نستنى بدورنا. الجملة شو الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ الجملة الاسمية هي تبدأ بفعل، بتبدأ في مبتدأ وخبر. اسم، تبدأ باسم. طيب. واللي هي تتكون بالمبتدأ وخبر. طيب الفعل فاعل مفعول به. صح. طب شو علامة المفعول به؟ فتحة. النصب، الفتحة، شطورة. والمبتدأ وخبر شو لازم يكون حركتهم؟ ضمة. برافو، شطورة سوار. يلا نكمل. مش قادة تدرسي؟ نعم نلحق نخلص يا سوار، كتير المادة. ماسا شو وضعك؟ ماسا غايبة، تصلى بجوز أسبوعين بالضبط غايبة عن المدرسة ماسا، ولا بتروح، بتروح يوم وبترجع بنفس اليوم، بتصل علي ماسا عليها حرارة، والحرارة ما شاء الله مش راضي تروح عن ماسا من مرة. سوار راحت عنها كم من يوم هيها رجعت؟ ماسا يوم واحد راحت عنها، يوم واحد ورجعت. الله يشفيكم ويعافيكم يا رب. هلا بدنا ناخذ ابره، ما سهرت ما بدها. انا قاعد اخذ ابره عشان اطيب وعشان اعمل عيد ميلادي. واحد سوار بتعمل عيد ميلادها. بس تصحصح ان شاء الله. تضايل له 3 ايام. ما صح؟ تعالي يا ماما يلا. تعالي شطوره انت كثير قوية. اوكي اوكي يو ار سترونج صح؟ بس ده طيب. خلصت شفتي؟ خلصنا. ما تحركي توجه. ما بتوجه توجه كتير. شو سواد ما بتوجه صح؟ انا ماسا اللي خوفتني. ماسا لانها خايفه فاهمه، وعادي الموضوع عادي. اليوم جايز انا اخر يوم مدرسه. سوار تعبان. تعباني لساتها سوار، بس مضطره تروح على المدرسه لانه امتحانات فاينل. فهلا هي طالعه وهي عليها حراره، فشربت هالدواء وروح تقدم الامتحان، ربنا يسهل عليها. اخذت تفكس عشان هيك توزع لصاحباتها عشان اخر يوم. حطت لها بس سندوش وحده عشان ما بتطول بالمدرسه. بيطلع على 11 بيوصلوا على 12. الله يسهل امرك ويسهل عليك امتحانك الاخير. سوار روحت من المدرسه وقعدت على التلفزيون. كيف حرارتك؟ راحت احسن؟ ودانك بعدها بتوجعك؟ عبودي احكي مرحبا يا حبيبي. الله يرضى عليكم، الله يشفيكم يا رب. هلا انا بدي اخذ ماسة على الدكتور.
داخلها تنام بالمستشفى. والله اتصل علي الدكتور. لا ما صعب منك، ما صلها شهر ما بتنزل الحرارة. انت لا تضلك في البيت انت وسوار. والله والله اتصل على الدكتور قال لي جيبي ماسة بسرعة تنام بالمستشفى عندنا قبل العيد، يعني نايمها على عشان تصحصح، مش شرط تصحصح، لا بتاكل ولا اشي شو. طب انتي الحمد لله، احكي الحمد لله. اخف من انتي اخف من ماسة. ولك شوف حرارتها 39 ما بتنزل، و40 انا باللي كان 40 و50 توصلش 50 سوال. انت حابه يعني تتعالج وتطيبي؟ بدي اعرف اعمل علاج جسمه. هي زعلان لانها تعبانه يعني. طيب خلص هلا بقول للدكتور اجل. ولا خلصت امتحانات هلا بتقدر تعمل اي شيء. شو ماسا؟ ماسا استني اشوف حرارتك. لفي ماما يا رب نزلت، يا رب يعني نزلت الحمد لله 38.1 الحمد لله نزلت شوي. ماسا قومي البسي ماما. بدي نروح ننام بالمستشفى ماما. لا عشان الدكتور يحط لك محلول. باي باي. ما بدي ماما عشان تصحصحي. شوفي حالتك صار لك شهر على الحال، نايمه نايمه تعبانه. ما بدي احاول ولا هلا هلا بس تصحصحي ريحي حالك شوي. بس تنزل الحراره بتصحصحي ان شاء الله. ما بدي انا شو نعمل؟ الدكتور اتصل علي ماما قال لي ماسه تعبانه كثير. طب ليش انت مش استفرغتي اليوم كمان؟ حالتك صارت اصعب وبطنك صار يوجعك، صارت مشاكل ثانيه عندك. أنا. الله يشفيكم يا رب، ادعوا لهم يا متابعينا حبايبي بالشفاء ان شاء الله، ويشفي كل مريض. الله يشفي كل مريض. الحمد لله احنا احسن من غيرنا طبعا الحمد لله. عبود ليش بتعيط ماسا؟ بس حالي بدي اراجع. اعطيني ليمون. قطعي لي ليمون بسرعه. طيب حاضر. سامعين صوت ماسا؟ كلها بدها تروح الدكتور. شو مالك بتعيطي؟ طب خلص ما بدك تروح المستشفى خلص. سوار حابة تروح عشان تصحصح، عشان تعيشوا العيد وتنبسطوا وتروح على الألعاب. يعني مبسوطة على حياتك هيك؟ ما بدي أنام. مبسوطة على حياتك ماسة هيك وانت تعبانة؟ طب لازم تروحي يا ماما يا حبيبتي. طيب ما تعيط خلص، ما تعيطي، ما تعيطي زي البيبي. انت كبيرة ماما، ما تعيطي زي البيبي.